تفاصيل المنخفض الجوي الحالي وإمتى رح تستقر الأجواء والجواب بالمختصر. بداية وزي ما عم بنشوف حاليا عم تتعرض المملكة لمنخفض جوي تم تصنيفه انه من الدرجة الثانية. الدرجة الثانية هي الدرجة الاعتيادية على مقياس المنخفضات. متوقع انه يكون ان شاء الله في فرص للأمطار على المناطق الشمالية والوسطى خلال نهار اليوم، وايضا متوقع تستمر هاي الفرص مع يوم الغد. مع يوم الغد ويوم الاثنين متوقع انه يكون في انخفاض على درجات الحرارة. الاجواء رح تكون باردة بشكل عام، وايضا فرص الأمطار رح تكون على شمال ووسط المملكة وممكن توصل لبعض المناطق الجنوبية. ايضا متوقع انه يكون في تشكل للضباب مع ليله الاحد على الاثنين وايضا ليله الاثنين على الثلاثاء، لهيك بننبه الاخوه السائقين انه راح يكون في تدني واضح لمدى الرؤيه الافقيه. ايضا مع يوم الغد متوقع انه يكون في بعض الرياح النشطه، وهي الرياح بتثير الاتربه والغبار تحديدا في المناطق الصحراويه. اما فيما يخص يوم الثلاثاء فراح يكون في ارتفاع بسيط على درجات الحراره، ولكن راح تستمر فرص الامطار بشكل عام وبشكل محدود على مناطق من وسط وشمال المملكه. مع يوم الأربعاء والخميس رح تبدأ الأجواء بالاستقرار ويكون في ارتفاع على درجات الحرارة، لتكون الأجواء باردة بشكل عام ولكن الأجواء مستقرة وما رح يكون في فرص للأمطار. نتمنى السلامة للجميع. إذا عندكم أي أسئلة تانية اكتبوا لنا إياها بالتعليقات لحتى نجاوبكم عليها، وإلى اللقاء.